اتليتا 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 يا اخوان مفيش نو اتليتا اتليتا نور من قام على السجية النصيحة في لسانه بالنية اتليتا 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 الحقيقة سمحة عين عجليتا مرة عجليتا 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 عامل فيها ما شايفني لكن ما تضل حارقني عجليتا 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 يا اخوان نظرت غيكتي وده فهمي ودي حياتي لو ما عاجبكم خلوني عجليتا يا عجليتا 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 تعال انت منو؟ بسم الله الرحمن الرحيم انا امك ما عرفتك يا اختي مري اكسيدا فقد الذاكره انا ماشيه دقيقه انت ماشيه وين لا يا اختي ما عندي قاعده معاكي يقوم ايش بك فيني مري يا اختي مري مري بسم الله الرحمن الرحيم جلال انت متاكد فقد الذاكره والله قالوا كده لكن بترجع بترجع كده انا مش هشوف الحاصل شنو تفتكر السبب شنو ما ضغوطات ضغوطات الزوجه البرد كلها طلبها لا فقدها كيف يعني ها داري احتال علي انا حقي ما بخلي والله حقي ما بخلي كذا تعمل لي كيلو طماطم هو اقول لك امه ما يعرفها امه ما معرفها هاي والله امه ما يعرفها دي ما مشكلتي لكن انا بيعرفني زي جوع بطنه كذا اشرب المويه دي وينبطح شويه انبطح شنو وفي شنو يا امه الحمد لله احمدك يا ربي احمدك وما اقدر عليه جزاك ولا دي عرفني الحمد لله هاي عرفتي انه انا امك اسمي منو اسمك اي اسمي قليزة وب علي كديسة وب علي وب علي وب علي وب علي وب علي يما يا يما يا اي شو لما دي اللمة دي شنو؟ يا اخوانا هوي يعني عجليتا ده اول زول يفقد الذاكرة؟ اتفضلوا يلا تخرجونا من هنا كل زول يدينا على الدكتور يلا اتفضلوا دقيقة يا اخي نمشي وين؟ الناس دي كلها داري حقها ايوه دارين حقنا حقكم؟ دارين حقنا شوفوا لغاية ما نحن نفرمط عجليتا ده بعدك تعالوا عشان نعرف اللي عنده قروش منه والمحتال منه اسمعني يا بنتي تمشي السوق تجيبي دبلة الطوالي ودي فرصة ما تضيعاني هاي فرصة شنو يا امي؟ انت يا بنت مش من عيلتي الزوجة عجليتا؟ ايوه لا اصلا لكن اما تترددي لي وما تقعدي تلعني علي مش كل امنيتك انت تعرس عجليتا؟ لكن لو كان خطبني امي المفروض يعني على الاقل امي تكون عارفه امه قال امه دي اختي خليها علي انا اللي بقدر عليها يا اخواننا اهدوا كده اهدوا يا اخواننا كده ما بنحل المشكله احنا الزول ده لازم نعمل شنو نعمل لنا شيلنج يا اخواننا ونعالجه قال لك منو يتعالج يمكن ما يتعالج بيتعالج يا اخي ما بيتعالج ونكون ضيعنا حقنا على الرهاب ساي يا اخي بيتعالج ما بيتعالج الله يبارك انا منو شنو يا جلال ليه بتعمل لي الحركات دي زي شوف على الصغير هنا منو شنو يعني ما جلال بتخلتي جميل 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 كويس انا طالبك كم لقد ابنك كم دي بس ما بعرفها من هنا لمستشفى الاعصاب طوالي اعصاب ليه اعصاب في شنو يعني يعني ما عادي اكون ما عارف الطالب منكم عادي ما بغالي انت عادي عادي كيف يا اخي الناس الطالبون دي حتعرفهم كيف كيف اعرفهم كيف يا اخي ما اكونوا طالبين قروش معينه بكون معروفه لكن انت بغاله كل مره بيشيل منك حاجه كل مره بيشيل منك حاجه كل مره بيشيل منك حاجه هتجمعهم كلهم تقول لي المجموع كده انا اديك لهم لا لا حرف انا اكيد انا منو انا ما قلت لهم البدا ليلى في حاجه ما طبيعيه يا اخوانا مروه بتخالتي ما شاء الله طيب انت ما كويس ما تفرحي ساي ما تفرحي
واللي وانا طلبتهم. انا ما طالبه عقليتا حاجه. صح عقليتا انت قلت نوال ليه ما عرفتها؟ قال لك انا ما عرفتها وانا عرفتك وانتو امي ما عارفها اصلا الموضوع. يا اولاد امرقوا العربيه جاء. اها انا منو الله يطولك يا روح الله يكرهتونا عليك ما عارف. ودوه غرفة الكهرباء يا. لا 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 يا اخي لا يا اخي كهرباء شنو يا اخي انت مش الدكتور؟ ايوه. وطيب وانا عقليتا. نعم. وطيب ماشي كويس. دمنا دمنا يا دكتور. عقليتا يا اخوان ما فيش نو عقليتا نور بن قام على السجيه النصيحه في لسانه بالنيه عقليتا 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 الحقيقه سمحه الا ان عقليتا مره عقليتا عقليتا عامل فيها ما شايفني لكن بالضبط الحارقني عقليتا 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 يا اخوان نظر طريقتي وده فهمي ودي حياتي لو ما عاجبكم خلوني عقليتا يا عقليتا 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 عقليتا